شاق كل مفتيد كالسحب غاب. للشدائد قصة يحمل معان كثيرة نحتاجها في حياتنا، فإن كل واحد منا يتعرض للشدائد ويتعرض لأحداث هذا الزمان، فيحتاج في هذا الأمر أن يتعرف على قصص السابقين وكيف واجهوا هذه الشدائد وكيف تجاوزوها وكيف صاروا ممن يتأسى بهم في هذا المقام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوان الكرام، حياكم الله أخواتي الكريمات، مع لقاء متجدد من برنامج للشدائد قصة. وقصتنا اليوم هي تتمة لقصة بدأنا فصولها في حلقة ماضية، ذلكم أن الصحابة رضي الله عنهم والأعلام منهم مروا بشدائد كبرى، ومنهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد، كيف أنه مرت به شدائد كبرى في بداية حياته وبعد زواجه وإلى أن استشهد رضي الله عنه وأرضاه. ومن تلك الشدائد التي مرت به ما كان يعاني منه هو وزوجته فاطمة رضي الله عنهما، يوم كان يحتاجان إلى خادم، ويوم طلب من زوجته فاطمة أن تطلب أباها النبي صلى الله عليه وسلم خادما، خصوصا أنه سمع أن سبيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونريد من هذا السبي يعني خادما يخدمنا ويساعدنا على مشاق الحياة، وقد مرض وتعبت زوجته فاطمة رضي الله عنها في يديها بسبب أعمال البيت، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فاستحيت فاطمة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب علي بنفسه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا، وكما جاء في الرواية تطوي بطونهم يعني من الجوع ما يجدون ما يأكلون، قال ولكني أبيع هذا السبي وأنفق من هذا المال على أهل الصفة الذين يحتاجونه. وهنا نجد أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الموارد البشرية، فإنه قدم الأولى والأحوج وهم الفقراء، فقراء المسلمين، قدمهم على حاجة ابنته وزوجها علي رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي الأمانة، أن الإنسان يقدم المستحق ولو كان على حساب القرابة. هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل مسؤول أنك إذا كنت مسؤول فاتق الله في أمانتك، ولا تحرص على أولي القربى على حساب الحق وتترك البقية، بل كن أمينا وكن في منصبك ومسؤوليتك عادلا، الناس عندك سواسية، القريب منهم والبعيد. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا فيما وليتم، يعني من الأمانة على الإنسان أنه إذا ولي مسؤولية أن يعدل فيها وأن لا يحابي لقرابة أو معرفة على حساب الاستحقاق. وهذا ما رأيناه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم طلبه علي وفاطمة خادما، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال الفقراء أحوج منكما. وهنا نجد بعد أن رجع علي رضي الله عنه إلى بيته وذهب إلى زوجته، ويعني رأى أنه لا فرصة لأن يحصل على خادم، فنام هو وزوجته فاطمة وتدثر بالفراش الذي كان نائمين فيه.
ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليجبر خاطرهما؟ نعرف هذا بعد هذا الفاصل اليسير بتيسير الله القدير. حياكم الله مرة أخرى، ولننظر إلى هذا الموقف الرائع في جبر الخواطر من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة، بعد أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما خادما، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وأن هناك أولويات، فذهب وكأنهما يعني مر في حالة نفسية من الانكسار، يعني احنا محتاجين ونبي ما أعطانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت الفرصة في أن يجبر خاطرهما، فذهب إليهما ودخل عليهما في غرفة وكان متدثرين بقطيفة، يعني متغطين بغطاء، إذا غطوا رؤوسهما بدت رجلاهما، وإذا غطوا أرجلهم بدت رؤوسهما. شوف الفقر، شوف الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهما فثار، يعني قام يعني استحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا فقام يعني يبون يعني يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل هيئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، على رسلكما. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن ثار مكانكما، ابقيا مكانكما، لا تقومون، اجلسا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، جلس عند علي وعند فاطمة رضي الله عنهما، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتموني؟ يعني أنتم طلبتوني خادم، تبون أعطيكم شيء أحسن من الخادم؟ فقال رضي الله عنهما بلى، إي والله نبي شيء أحسن. قال لقد أتاني جبريل عليه السلام، قال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام، قال تسبحان الله 10، سبحان الله سبحان الله 10 مرات، وتحمدان الله 10، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وتكبران الله 10، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. متى هذا؟ بعد كل صلاة، بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله الله أكبر 10 مرات. قال وإذا أويتما إلى فراشكما، إذا تنامون، قال فسبح 33، واحمد 33، وكبر 34. أذكار النوم قبل ما تنامون تقول سبحان الله سبحان الله سبحان 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر 34 مرة، 100. تخيلوا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، من ذلك الموقف الذي حدث لعلي رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر وهما ملتزمان به هو وفاطمة في حياتهما إلى أن توفي. يقول علي رضي الله عنه يوم سئل عن هذا المشهد والله ما تركتهن منذ علمنيهن النبي صلى الله عليه وسلم، منذ تعلمته النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أصحابه قال ولا يوم صفين، يعني حتى يوم صفين كان من المعارك الكبرى على الصحابة، فقال ولا في وقت المعارك والمعركة صفين، قال ولا يوم صفين، يعني حافظ على هذا الذكر، وهذا الذكر قوى من عزائمهما وأعطاهما العافية، فما احتاجا إلى خادم. وهذه اللفتة الجميلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تربية ابنته وزوجها أن يربيهم على الإيمان وعلى التقوى وعلى العفة من هذه الدنيا، وكان شعار علي رضي الله عنه يا دنيا غري غيري، رضي الله عن علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في عليين. ندعوكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق كل مفتيد كالسحب.